وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ومقرر عام الحكومة. السادة الأفاضل من أعضاء هيئة التدريس خريجي وخريجي، بتحية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في كلياتنا المقدمة الأوين الذين يشرفون بتدريب دفعة جديدة من طلبة وطالبة يتلوها على مسامعنا الطالب عبد الله. الأخ الزميل أستاذ الدكتور إبراهيم سالم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والطقوس، الأستاذ الدكتور الزميل مدثر أبو الخير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الأستاذ الدكتورة إقبال الشيخ. تحية لأعضاء التدريس على الجهد اللي بذلوه، وهنختار الدكتورة ابتسام السيد تمثيلا لأعضاء التدريس. شكرا للدكتورة ابتسام، لا تألو جهد في أنها توفر كل سبل الإمكانات والموارد ومتطلبات النجاح لكلية التمريض بجامعة طنطا. كلنا نقف إلى جانب كلية التمريض، ويعلم ذلك إدارة الكلية في كل أمر تعرضه كلية التمريض على مجالس الجامعة. كل الشكر وطن زملائي الأفاضل السادة والسيدات أعضاء هيئة التدريس لكلية التمريض، السادة الحضور، لأصوت عن نفسي وبالنيابة عن معالي الأستاذ الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة، يشرفني اليوم أن أكون بينكم وأشارككم فرحتكم الكبيرة والسادة الآباء وأولياء الأمور. الحقيقة هم أولى اليوم بالتكريم، لا تعلمون مدى فرحتهم اليوم بتخرجكم، ينظرون إليكم اليوم ويتذكرون التاريخ الطويل من الجهد والمشقة في تهيئة أقدر بالتكريم والشكر والتقدير. الطالبة